إذا أخر الإنسان صلاة الوتر إلى بعد الفجر هل يصلي ركعتين أو ثلاث؟ وهل عمله هذا صحيح؟ الوتر لا يصلى بعد الفجر، بعد الفجر وقت نهي، ولكن يؤخره إلى ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه يقضي الوتر فيما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت قضاء الوتر، ويصليه شفعا. إذا كان يوتر بثلاث فإنه يصلي أربع ركعات بسلامين، إن كان يوتر بخمس يجعله ست ركعات بثلاث تسليمات، وهكذا يقضيه ويشفعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا لم يعمل الوتر من الليل كان يصلي من الضحى ثنتي عشرة ركعة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة. نعم.